هنا نحن نقول استعادة الأجواء البلداني والتأثير أنا معك في هذا الكل، لكن عشان نستعيد الفعل الثقافي الموار في المسرح وفي غير المسرح نحتاج إلى جهد منظم. دريني خشبة من الأسماء التي عبدت الطريق بجهد منظم. هنا أنت ستلاحظ النزعة الديمقراطية في النص، يعني شيء غريب في آخر النص خالص الرحلة صفر بتقول هذا فهمي يمكن أن يستخدم هنا استعراض مسرحي، يمكن لكن لم تحسن. غريب جدا إنها تضع في الخاتمة مساحة للاختيار، يعني تقول وإحنا بنعترف بالفن المسرحي بما يسمى بالإرشادات، من حق المبدع المسرحي أن يقدم إرشادات للمخرج، ومن حق المخرج أن يتدخل في النص طبعا بما لا يخل بروح النص. وهذه القضية أثيرت كثيرا، لكن هي بتقول في الآخر يمكن أن تبين المسرحية أو النص المسرحي باستعراض. المسرح في الأدب العربي بدأ بداية ملتمسة، يعني مع مارون النقاش بدأ النص المسرحي مضفرا بالموسيقى والغناء. لما عاد جورج أبيض من بعثات 1910 بدأ ينقي النص المسرحي من هذه الحمولة الموسيقية والغنائية، وبالتالي أنت كنت أمام حالة تلامس وامتزاج دائما بين النص المسرحي وبين الموسيقى والغناء. هذا فهمي عندما تذيل وتختم النص بهذا المطلب الاستعراضي أو الموسيقي أو الغنائي ولا تفرضه على المخرج، هذه مسألة لابد أن نقف عندها، لأنه هنا هي بتوقف دور المتلقي، بمعنى أنها تقول للمتلقي من حقك أن تكتب النص معه، زي ما عمل بيرانديلو كده في ست شخصيات تبحث عن مؤلف، وزي ما عمل السيد حافظ في مصر روايته كل من عليها خان، حط لك خمس ست عناوين وقال لك اختار عنوانا من هذه العناوين. وانا اللي اختار، معنى هذا انه بيدخل المتلقي طرفا اساسيا فاعلا في النص. في هنا سخريه، والسخريه ليست مجانيه، لانه خد بالك انه زي ما قال دريني خشبه ترز الملهاة تتنزل على درجات، فيها فكاهه احيانا، فيها نزعة هجائية ساخرة أحياناً، ومضفرة بما يشبه أن يكون نقطة. أنت أمام مجموعة من الأزواج قرروا أن يفروا من زوجاتهم، فركبوا سفينة أو مركبة وقطعوا ثلاثة أرباع المشوار، وقبل أن يقتربوا من الجزيرة اكتشفوا أن النساء ينتظرنهم في الجزيرة. فالمسألة كانت غريبة، زي كده بيقول في النكتة انه حد جه يتجوز على مراته فطلعت هي. فهي هنا نفس الأمر، هؤلاء يفرون من الزوجات إلى جزيرة نائية فيكتشفون أن الجزيرة النائية ينتظر فيها الزوجات. ما بين بداية المركبة أو الرحلة ونهاية الرحلة مساحة إنسانية من التأمل، لأن الذين يركبون هذا المركب أو هذه السفينة حمولات أو شرائح اجتماعية، كل شخصية تمثل شريحة اجتماعية معينة، الصحفي، الإعلامي، المنتمي إلى الطبقة المتوسطة، مجموعة من الشرائح الاجتماعية، زي ما عمل كده محمد تيمور في قصة في القطار، جاب لك مجموعة من الشرائح الاجتماعية، قروبة مصغرة لمصر. نفس الأمر هنا، أنت أمام مجموعة أزواج، مجموعة من الشرائح الاجتماعية تمثل بروفة مصغرة لمصر. في احترام للقوانين الكلاسيكية للمسرح، وفي في الوجه الآخر من العملة تمرد على القوانين الكلاسيكية للمسرح. لا أستطيع أن أجد ضريبا أو مثالا لهذا النموذج إلا في مسرح كورنيه، بحسب ما تسعفني ذاكرتي. كورنيه
كان يحترم النموذج الكلاسيكي لكن كان يتمرد عليه. في ملحمة السيد وهي ملحمة ذات نزوع مسرحي تمرد تمردا كاملا على القوانين المسرحية. ولم يعجب هذا النقاط لكنه جمع بين النمطين، النمط التجريبي ونمط احترام القانون الكلاسيكي. لأنه في حالة المسرح، المسرح فن عريق جدا. يعني أنت لست فن أمام فن ابن الأمس القريب. إحنا حتى في تراثنا العربي في قوالب تراثية أقرب إلى الشكل أو القالب المسرحي زي فن التعزيه. وهذه مسألة يحسمها النقاد لا يحسمها الآن. لكن أريد أن أقول إنه هذا فهمي بدأ لك في المشاهد الخمسة، لأنها قسمت النص إلى خمسة مشاهد، بدأ لك أنها تحترم القانون الكلاسيكي للنسق والقالب المسرحي الأرسطي بالمعنى الذي نعرفه، وبدأ لك في الوجه الآخر من العملة أنها تتمرد على هذا القالب الأقرب إلى الدعاء. لكن أنت أمام شرائح، شريحة الإعلام أو الصحفي وشريحة الدعاء. شريف هنا يمثل شريحة الدعاء. كل شريحة من هذه الشرائح هي تناقش من خلالها ملفاً أو قضية قبل أن نكتشف أن نبيل الذي كان يتظاهر معهم بأنه تعرض للخديعة ضالع أساسي في صناعة المشهد. المشاهد الخمسة مسألة مهمة جداً، وأنا في حدود ما أعرف إنه هذا فهمي لديها نوع من الخبرة الميدانية بالمسرح. يعني نساء ماريونيت لما المسرحية عرضت ما عرضتش باسم نساء ماريونيت، عرضت باسم حريم السلطان بحسب ما تسعفني الذاكرة. طبعا في سجالات وجدل حدث وراء الكواليس، وأنا أعرف إنه دائما المؤلف بينه وبين المخرج جدل، قد لا يكون الجدل ظاهرا للناس، لكن في مساحة اختلاف بين السكريبت النص الأصلي والنص عندما يمثل ميدانيا. زي ما نقول مثلا العذراء والشعر الأبيض، النص المكتوب حاجة والفيلم حاجة تانية. ده حسين كمال غير النص 180 درجة. انت في العذراء والشعر الأبيض الأب ضعف قدام البنت، وهذا الضعف أنت الولد سفاح. حسين كمال ما عجبوش المسألة فخلى محمود عبد العزيز يصمد أمام البنت وجاب لها ولد جميل كده شاب جميل ممدوع عبد العليم ليتخلص من المأزق. كأنه حسين عبد القدوس صدر الأزمة وحسين كمال صدر الحل. أنت أمام نصين، وهذا السجال موجود من قديم، واعتقد الدكتور حسام عطا تعرض لهذا في كثير من الندوات. حق المخرج في التدخل. توفيق الحكيم بذكاء شديد خرج نفسه من المسألة لما طرح على الطاولة فكرة المسرح الذهني المقروء. يعني عاوز أقول لك أنا أقترب مما يسمى closed drama، الدراما المغلقة أو النص المسرحي المقروء. أنت بقى كمخرج عاوز تغير في حاجات، هذا أمر يعود إليك. لكن مسرحي وجار بهذا الكلام في مقدمة مسرحياتي بالمين. أنا أكتب نصا مسرحيا ليقرأ أولا. كن بقى إنه المخرج هياخد النص بعد كده ويغير فيه بالتنسيق أو بغير التنسيق فهذه قضية جدلية. لكن معظم الكتاب الكبار يسلمون بحق المخرج السينمائي أو مخرج الدراما التلفزيونية أو المخرج المسرحي أن يغير في النصوص، لكن يكون هذا بالتنسيق مع الكاتب. الكلام ده واضح في هذا النص الرحلة صفر، وأنا عجبني العنوان لأنه للأسف هذا جزء من دقات الانتليجنسيا والنخبة، المعارك الصفرية. يعني كل فصيل أو تيار يحلم باستئصال التيار الآخر، فبندخل بالفعل او بالقوه في معارك صفريه بامتداد رقعه العالم العربي، المعارك الصفريه. لكن لم نفكر فيما فكر فيه جون لوك، فيما فكر فيه رواد التنوير في اوروبا، في صناعه العقد الاجتماعي بين الفرقاء. هنا الرحله صفر
ليست رحلة رجال يفرون من الزوجات. ده في المظهر السوسيولوجي أو الاجتماعي. وهذا فهمي مش كاتبة وليدة الأمس القريب، مش بتكتب أول امبارح. هذا فهمي تمتلك ما كان يسميه الراحل لويس عوض جمجمة الفن الماكرة. هو كان يسميه كده جمجمة الفن الماكرة. هي بترمي على مشكلات الانتليجنسيا، مشكلات النخبة. هؤلاء الرجال الذين يمتطون مركبة واحدة، ولاحظ معي هنا رمزية السفينة. لأن فكرة السفينة وخرق السفينة وكلنا في سفينة واحدة، وإنه لو خرق أحدهم خرقا لغرقت السفينة، الرمزية هنا تتلاعب أو تتجاوز الحمولة الاجتماعية. مش مجرد رجال يفرون من الزوجات، ده دي صلب أزمة النخبة. أنها لا تعتقد إنه إحنا في سفينة واحدة تتلاعب بها الأنواء، تتلاعب بها الموجات. لكن هنا المسألة إنها بترمي على حمولة الانتليجنسيا أو النخبة. هل يمكن لهذه النخبة أن تتعايش، أن تصل إلى عقد اجتماعي؟